يلا بينا مع رضوى حسن ورغدة شيمي، وبنتكلم عن مبادرة مستقبلنا رقمي اللي طبعا بتنظمها وزارة الاتصالات بتعاون مع يوداسيتي، وهي منصة عالمية بتقدم أونلاين كورسز في مجالات عديدة، ولكن وزارة الاتصالات اختارت ثلاث مجالات هي الأهم في الفترة الحالية، وهي تصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات والتسويق الرقمي. واحنا معانا سهى، كنا بنحاول نكلمها قبل الفاصل عشان نعرف بقى البنات بقى مكتسحين ولا لا في المجال ده، المجال الرقمي. فسهى بتقول لا، ده في بنات كتيره قوي 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 بيقدموا وبيتعلموا. مساء الفل يا سهى. يا سهى مساء الفل. مساء الفل. مساء الفل يا سهى، ازيك؟ الحمد لله كله كويس. اجمل حاجه ان احنا كمان بنكلمك من الاهليه، يعني فاحنا يعني بنلف كده على محافظات مصر، وازاي شباب مصر في كل مكان عايزين يتعلموا ويطوروا نفسهم، بنات وولاد. ده حقيقي، موجود مننا كتير. طيب ده هايل. سهى كلمينا بقى، يعني احنا عارفين ان انتي خريجة اعلام، فكلمينا بقى من اعلام للتسويق الرقمي، التحول ده بقى كده جه ازاي، ويعني والقرار انك تدخلي المبادرة. انا كنت كلية اعلام جامعة القاهرة، فانا من الاهلية، فانا طبعا اختربت شوية حلوين علشان الكلية، وبعد كده الموضوع بدأ يبقى فيه مشاكل وقت الشغل. أنا طول الوقت رايحة وجاية رايحة جاية رايحة جاية، لحد ما بدأت أتحاول أشتغل شغل مبيبقاش محتاج مكان معين زي التسويق الرقمي كده. اشتغلت فيه حوالي 5 سنين، بس برضو كانت أغلب الوظائف اللي بشتغل فيها كانت فول تايم، كنت برضو بضطر إن أنا أنزل الشركة 5 أيام في الأسبوع وأرجع لأهلي يومين آخر الأسبوع. لحد ما قدمت في المبادرة، ما قابلتني قدمت فيها، كان مجرد تريننج عادي وكنت بذاكر فيه كل حاجة، وبعدين هم بعتولي تراك اسمه تراك الفريلانسنج اللي هو العمل الحر. الفريلانسنج ده الكونسبت بتاع الفريلانسنج ان انت بتشتغلي بتاخدي وظيفة بتاخدي فلوسها وبتعمليها من اي مكان، ما انتيش مضطرة ان انت تروحي تكوني موجودة في المكتب، او انت بس يا دوب ممكن، يعني الفريلانسنج المتعرف عليه التقليدي ان انت بتقابلي العميل مرة وتتفقي معاه وبعد كده خلاص. الفريلانسنج بتاع المبادرة ده بقى انت مش مضطرة حتى تقابلي العميل. ده انت كمان من الدقهلية يا سهى، ممكن تشتغلي مع اي حد في العالم. بالظبط بالظبط، انا اوريدي مش في مصر بس، لا ده كل الكره الارضيه تحت امرك. اشتغل مع ناس بره مصر عادي، اشتغل مع شركه في الامارات عادي وانا قاعده في مغامره عندنا. طب يعني ده جميل. الحمد لله مش مضطره ان انا اتحرك خالص يعني. هي. فانا قدمت في المبادره مجال التسويق الرقمي، خلصت التراك المتخصص المبتدئ والمتخصص والمحترف، ومفروض ان انا ماشيه دلوقتي في تدريب العمل الحر ده، وبدات بالفعل اتعلم ازاي اقدم بروبوزلز لشركات اجنبيه. بقى هي الفكره ان الشغل على منصات العمل الحر اللي تبع المبادره دي كلها شركات بره مصر، تمام، سواء عربيه او اجنبيه، بس اغلبها كمان بيبقى هي اجنبيه. فهم يعني معانا منتورز بقى من اصحاب المنصه، منصه اسمها أكور. اصحاب المنصه نفسهم قاعدين معانا بيتواصلوا معانا بشكل مباشر، بيعلمونا ازاي نتعامل على المنصه بتاعتهم، وبيعززوا البروفايل بتاعنا بحيث ان احنا يجي لنا شغل بعد كده. يعني لو انا داخله من غير المبادره على الويب سايت ده، هبذل مجهود مثلا مش اقل من 6-7 أضعاف المجهود اللي انا ببذله جوه المبادره. يا خبر، يعني علشان بس يبقى البروفايل بتاعك موثوق فيه يا سهى، وبروفايل نقدر نقول ان العملاء لما يشوفوه يتعاملوا معاه، يحسوا ان سهى بتشتغل كويس فيتعاملوا معاه. المبادره بتسهل لك ده بقى، او بتخليكي الوقت يقصر اوريدي، بتعملي سبورت لان خلاص اصحاب الويب سايت شايفيني انا تبع مبادره مستقبلنا رقمي او اف دبليو دي، فهم خلاص انت تبعنا يعني احنا عارفينك. فبيبتدوا ايه يسبورتوا البروفايل، فطبعا بتاثر وقت ومجهود ومسافات كبيره، بعكس ما اكون داخله لوحدي تايهه مش عارفه حاجه فين وفين على ما ابتدي اعمل بروفايل. واجمل حاجه فيكي يا سهى ان انت فكرتي بره الصندوق. يعني دايما خريجين اعلام بيقعدوا يفكروا انا عايز اشتغل في الحاجات التقليديه، عايز اشتغل في التلفزيون، عايز اشتغل في الراديو، عايز، ما حدش بيفكر انه لا انا هروح بقى للتسويق الرقمي، هروح للسوشيال ميديا. عايز اقول لك ان كمان يعني بمناسبه يعني خريجين اعلام والكلام ده، طبيعه الوظائف كمان اختلفت تماما دلوقتي، بقى في تراك مختلف تماما من الوظائف الشباب محتاجين يبصوا عليه. يعني انا عارفه ان في صحافه وكل حاجه، بس في حاجه اصلا الصحافه دي اسمها الكونتنت كريشن مثلا، في كوبي رايتنج، في حاجات شبه دي مثلا. كوبي رايتنج ده بيبقى بقى للويب سايت والموبايل ابلكيشنز والكلام ده، وده مهم جدا ومحتاجينه جدا في الفتره الحاليه بطريقه رهيبه. يعني اللي هيشتغل على نفسه هيلاقي شغل كتير في الاتجاه ده. بالظبط، ونفس الكلام برضه في الديجيتال ماركتنج، سواء في السوشيال ميديا او في جوجل ادز او في الاس اي او، كل الكلام ده
هو مش تكنيكال، هو مش صعب يعني، هو عادي ممكن تاخديه من اعلام، ممكن تاخديه من تجاره، ممكن تاخديه من حقوق، يعني الموضوع مش صعب. هو احنا بس يعني احنا يمكن حتى مجال الاعلام قريب منه شويه عشان احنا درسنا تسويق، بس صحيح. برضه هو مختلف عن التسويق الاوفلاين اللي احنا خدناه في الكليه، هو اونلاين وبرضه هو محتاج مذاكره وشغل. طبعا. سوها عايزه كمان اكلمك في نقطه، انه ناس كتيره بتقول انا مش متخيل لما هدخل المبادره وهاخد الكورس مثلا هلاقي شغل على طول، ولا الموضوع معتمد على مستواي انا بقى ومهاراتي كشخص، ولا ايه؟ لانه في بعض الناس اكيد متخيله اولا ان دي ممكن تبقى حاجه مش حقيقيه، تاني حاجه انه المبادره هتجيب لي شغل، فانتي احكي لنا برضو ده حقيقي ولا لا. انا عشان ابقى صريحه، هي لا كده ولا كده يعني. انا شفت كومنت على الناس كاتبه كام كومنت على المبادره بتقول انها مش حقيقيه، انها اشتغاله والكلام ده. لا ده مش حقيقي، هي حقيقيه، بس هي الفكره برضو ان مفيش حاجه بتتاخد بالمعلقه يعني. هو مش انت مش هتفتح اللابتوب بتعمل اكونت هيشغلوك، مش كده. انت محتاج انك تشتغل على نفسك. ونفسي اعرف يا سوا بس اللي بيكتب كده انت ليه بتهدم؟ يعني انت عايز ايه؟ انت جربت اصلا؟ يعني هو لا جرب ولا حاول ولا عمل اي حاجه، هو بس يعني طاقه سلبيه عمال ينشرها ويعقد الناس. يعني ممكن واحد يكون بيفكر يقدم يقرا الكومنت السلبي ده يتراجع، حرام يعني. بتعمل كده في غيرك ليه؟ يعني انا قاعده اهو شايفه التجربه بتاعتي حد نشرها وبيتكلم عنها، ولقيت ناس داخله تكتب ان انا بضحك عليكم. انا ما ضحكتش على حد، انا واحده عاديه فتحت المبادره فعلا وذاكرت وبدات اشتغل، وحد نشر قصه السكسس ستوري دي خلاص يعني. انا مش تبع حد حقيقي، لازم تقولوا كده. فكانت الكومنتس غريبه برضو، بس هي برضو الموضوع مش سهل، علشان ما نبقاش ضحكنا على حد. يعني الموضوع مش سهل، هو اللي عايز حاجه المفروض يتعب علشانها، المفروض ان انتوا تفتحوا صح الاجتهاد يعني وتشوفوا الدنيا فيها ايه، وبعد كده يعني وتجتهدوا في لقطه كمان التدريب على منصات العمل الحر دي، علشان الدنيا عشان دي المستقبل على فكره يا سوها فعلا. بالظبط. بس هو برضه هي منافسه، والناس الخط قطع راحت. لكن هي كانت بتتكلم عن انه العمل الحر مهم جدا والمنافسه شرسه. اعتقد انها تقصد يا رضوى انها منافسه بقى من كل العالم. انت صحيح. في مهارات كتيره لازم تكتسبها عشان تقدر تنافس، هتلاقي واحد انجليزي وواحد ايطالي عنده نفس الشغل بتاعك، فانت بقى كمصري متميز في ايه. فهي منافسه دوليه مش بس منافسه محليه. دي حقيقه يا رغده، هي منافسه دوليه. ولكن احنا اهو من خلال حلقتنا النهارده سمعنا نماذج من الشباب بيتكلموا ان هم فعلا اجتهدوا وتعبوا، وكمان قدروا ان هم يشتغلوا، قدروا يتميزوا شغلهم. بالظبط كده، احنا المصريين قدها ودود. احنا قدها ودود.